شكرا شكرا شكرا. اذا مرحبا بكم يا اطفال في حصتكم مع عمو يزيد، وانتم كذلك راكم تشاهدوا فينا. اذا حبيتوا تحضروا معنا كما هاد الاطفال هذو اللي اتصلنا بهم كامل، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالطريقه التاليه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. برك يا اطفال، لما تشاركوا للحضور لازم تصبروا شويه لان التسجيلات كثيره وكامل حابين نجيبوكم للحصه. شويه تاع الصبر ويرن الهاتف وراح نجيبوكم لعندنا. يا اخي مرحبا. يا أطفال، في كل حصة نبدأها بأيام عالمية مهمة. اليوم في هذه الفترة هذه يوم 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم. شو اللي يعرف؟ قم للمعلم، شو اللي يعرفها؟ قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. برافو. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. يا أطفال، المعلم مهم جدا في حياتنا كما الأولياء، لأن المعلم نتلقاو به بالمرات أكثر ما نتلقاو مع والدينا. المعلم في الابتدائي ممكن تقعد معه 6 سوايع 7 سوايع 8 سوايع، هذاك الوقت ما تقعدوش مع والديك. إذن المعلم مهم جدا، إذن لازم احترام المعلم ولازم دائما تبجيل المعلم، لأن المعلم مهم جدا جدا ويحب لنا الخير. عندي لغز دائما نطرحه عليكم في بداية الحصة. ما هو الشيء الذي قلبه يأكل قشره؟ أعيد اللغز. ما هو الشيء الذي قلبه يأكل قشره؟ وشي الحاجة اللي الداخل تاعها يأكل الخارج تاعها؟ فكروا إلى غاية نهاية الحصة. أنتم والأطفال لما يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز بالطريقة التالية عبر الانترنت. انت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع اجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة اجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر اسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. لما تجاوبوا على اللغز يا اطفال، على بالكم شكون يدي الهديه؟ هو الطفل الاول اللي جاوب على اللغز، يعني الاسرع. لازم تكونوا خفاف، وسوف نهديكم هديه جميله. اليوم يا اطفال حبينا نتعرفوا عن شخصيه مهمه 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 جدا في تاريخ الجزائر، هو الربيع بوشامه. رايحة تعرفنا عليه هديل. تصفيقه على هديل. تصفيقه تصفيقه. مساء الخير يا أطفال. اليوم سأروي لكم قصة بطل من أبطال الثورة الجزائرية، إنه ربيع بوشامة. ولد ربيع بوشامة في شهر ديسمبر من سنة 1916 ببلدية منزات بولاية سطيف. حفظ القرآن الكريم وعمره 12 سنة، ثم درس في المدرسة الفرنسية وأكمل فيها دراسته الابتدائية. انغمس في وسط إصلاحي ودأب على قراءة مجلة الشهابي التي كانت تصله بانتظام. ذهب إلى قسنطينة ليأخذ العلم فيها عن الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي ترك في تفكيره أثرا عميقا. ومن قسنطينة عاد الشيخ إلى بلدته وأقام بها سنتين وبضعة أشهر معلما ومصلحا، حيث أقبل عليه الناس وطلبة العلم، مما أثار حوله الشكوك الإدارة الاستعمارية، فاستدعته مرتين وهددته بالنفي إلى الصحراء. وفي سنة 1942 انتقل الشيخ ربيع بوشامة إلى مدينة خلاطة وعلم بمدرستها. ألقي عليه القبض، وبقيت أسرة الشاعر بدون معين تعاني الجوع والضياع إلا من بعض مساعدات المواطنين الجزائريين. أطلق سراح الشعري في شهر أبريل من سنة 1946 في حالة مرض وعياء شديدين. التحق ربيع بوشامة بالمدرسة وبشر التعليم بها، وكانت المدرسة تسمى بمدرسة الهداية.
وقد كانت هذه المدرسة بائتة في نشاطها، فحين التحق بها الربيع ازداد عدد التلاميذ بها وعرفت انتعاشا كبيرا مما جعل جمعية تعينه في العام الدراسي لسنة 1947 إلى 1948 مديرا ممتازا من الدرجة الأولى في سلكها التعليمي. إلا أنه لم يمكث بها طويلا حيث ترك هذه المدرسة لأسباب ظرفية لتعينه جمعية العلماء معلما ومديرا لمدرسة الشباب بالحراش في بداية العام الدراسي لسنة 1948 إلى 1949، فتألقت المدرسة وأصبحت ترسل طلباتها الجامع الزيتونة أو لمعهد ابن باديس لإتمام دراستهم العليا. التحق الشيخ ربيع بوشامة بالثورة في شهورها الأولى، وقد كانت له علاقة صداقة سابقة ووطيدة بالعقيد الشهيد عميروش. حامت الشكوك حول المجاهد ربيع بوشامة من قبل السلطات الاستعمارية، فتم في صباح 16 جانفي 1959 إلقاء القبض عليه بمدرسة ثيبات بالحراج لتعتقله بتهمة تمزيق العلم الفرنسي. وفي 14 مايو 1959 أعلن فيه عن مقتل الشهيد وزميله أحمد إمام بلدية بدواو، وادعت صحافة الاستعمار حينها بأن وفاة الشيخ ربيع بوشامة رحمه الله كانت إثر اشتباك وقع بين جيش التحرير وقوات العدو، إلا أنه لا أحد صدق هذه المسرحية الملفقة. رحم الله الشهيد ربيع بوشامة وشهدائنا الأبرار، وشكرا. شكرا 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 شكرا، برافو 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 هديل، برافو 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 هديل. إذن رحم الله شهدائنا الأبرار. يا أطفال، كنت كلمتكم مقبلة على 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم. عمو يزيد لكم أغنية على المعلم، قل فيها معلمي معلمي من كل جهل صنتني. يلا تغنوا كمان معي. للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني، معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني، معلمي معلمي. زودتني علما نورت به دربي، زودتني علما نورت به دربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني، معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني، معلمي معلمي. تحملت دعابي في القسم ومزاحي، تحملت دعابي في القسم ومزاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني، معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني، معلمي معلمي.
جنبي إن ضاق بي حالي وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي وكنت جوابي دوما في سؤالي وكنت جوابي دوما في سؤالي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي اسمك يدوي إجلالا واحتراما واسمك يدوي إجلالا واحتراما يا صاحب السمو أهديك السلامة يا صاحب السمو أهديك السلامة معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي معلمي من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي برافو 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 شاطرين 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 برافو برافو برافو. إذا عجبتكم الأغنية؟ إذا للمعلم يا صاحب السمو أهديك السلامة. نحبوا كاع المعلمين تاعنا ونتمنوا لهم التوفيق في مهنتهم الصعبة 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 لأنهم يربيوا الأجيال. إذا بالتوفيق لكل المعلمين ونحبوكم نحبوكم نحبوكم. إذا واش رايكم نروحوا دركا الالعاب الخفه مع عمو نور الدين؟ يلا عمو نور الدين تفضل تفضل تفيق عليه تفيق عليه تفيق عليه. اذا تفضل عمو نور الدين تفضل تفضل.
اوه برافو 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 عمو نور الدين، برافو برافو برافو. عجبتكم العاب الخفة يا اطفال؟ برافو. دركا راح تروحوا معايا نحكي لكم حكاية حسن والمعلم. يلا معايا. إذن يا أطفال، كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية حسن والمعلم. واحد النهار كان واحد المعلم كان يصحح في الكراريس هكذا في الدرس وكامل، وهذاك المعلم عنده سبحة في جيبه ديرها. بعد كان هكذا يشرح يصحح في الكراريس، ما شاف السبحة تعود تتحرك، شاف هكذا، شاف الطفل من اللي يدرسه يمثله في السبحة، ومن بعد نحى هذيك السبحة حطها فوق الطابلة هكذا. كي حطها فوق الطابلة وكمل هكذا يصحح في الكراريس، ومن بعد شاف هذاك الطفل رفد السبحة هذيك، خلاه حكم السبحة هذيك في يده وكمل لي يصحح في الكراريس. لما كمل الدرس كامل جاء هذاك الطفل قال له أبي معلمي شغل غلط، باش يقولوا معلمي قالوا أبي، قالوا هاك السبحة ديالك، قالوا شكرا يا ابني. ومن بعد هذاك المعلم شغل تكاكا كي هذاك الطفل قال له يا أبي وكامل، حب يعرف علاش. راح لعند المدير، جبد الملف تاع الطفل هذاك، وشاف بلي هذاك الطفل مسكين قبل بداية العام الدراسي توفى والده، الأب نتاعو توفى، مات مسكين. إذن تم فهم بلي هذاك التلميذ حب شغل هذاك المعلم يكون في مثابة الأب نتاعو. والمعلم هذاك حقيقة لما شاف الحالة تاع حسن هذاك، ولا شغل باباه، يشغل باباه يعتني به، يشيل له الكراريس، يشيل له الكتب، يعطي له النصائح، يعطي له. وهذاك الطفل واحد النهار مثلا هذاك الطفل واحد زميله ضربه، داروا الادوات وضربوه هكذا، راح الطفل هذاك راح يجي لقاعه الاساتذه يحوس على المعلم، يقول له ابي 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 قالوا واحد وسرق لي الادوات وكامل جمعه. وحكم هذاك الطفل قال له يا وليدي علاش شديت له الادوات وكذا. بعد قال له اسمح لي وكامل، وشاف بلي وليده اسمح لهذاك الطفل. إذن درك هذاك المعلم بلي وليده عنده أخلاق عالية، يعني أعطاله درس في التسامح وكامل، لازم يسامح وكامل، وبقى يعتني بهذاك الطفل وكامل. يعني المعلم أصبح مثل الأب نتاعو حتى توفق في الدراسة نتاعو ونجح وكامل. والمعلم هذاك دائما يعتني به، يعني باش تشوف المعلم شغل الوالد نتاعو. عمو يزيد نستنجو حكاية هذا اليوم، كاد المعلم أن يكون رسولا. برافو 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 برافو. إذن قم للمعلم وفيه تبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. يعني يا أطفال المعلم يحب لنا الخير دائما، إذن لازم دائما قم للمعلم وفيه تبجيلة والاحترام كذلك. يا أخي يلا معي. يا أطفال عجبتكم الحكاية؟ إذن المعلم دائما في عيوننا نحبوه، هو اللي يربي الأجيال. إذن وصلنا دركا الفقرة بريد عمو يزيد، وين نقرأوا الرسائل نتاعكم يا أطفال ونتاعكم أنتم ولكم تبعتوهم لنا. وإلا حبيتوا ترسلونا باش نقرأوا الرسائل نتاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت عبر موقعنا عمويزيد.com وتروحوا للزرار آراء وملاحظات، تبعتوا لنا الرسالة تاعكم باش نقراوها. واليوم بوبي شوفنا البريد تاع اليوم، شوفوا واش بعثوا لعمو يزيد باش نقراوهم اليوم هنا. يلا برافو 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 بوبي، شكرا شكرا شكرا. اذا راح نقراو الرسائل تاع اليوم. الرسالة الأولى من عند زروق محمد، 12 سنة من خميس الخشنة ولاية بومرداس، قال لك أنا أود المشاركة معكم. إذن يا محمد زروق مرحبا بك ولدي، مادام راك شاركت حتما سوف نتصل بك، حنا تاني نحبوك. الرسالة الثانية لعويسات أزهار، 11 سنة من المدية، قالت لك إنها حصة مفيدة
شكرا يا أزهار، أنت تاني زهرة، زهرة الزهور، مرحبا بك بنتي، وشكرا شكرا على هذا الاهتمام. الرسالة الأخرى تقول، تحبوا الرسائل يا أطفال؟ حرير ضحى 7 سنوات من مدينة وهران، وهران الباهية، قالت لك جميع المشاركين كانوا رائعين. تصفيق عليها. جميع المشاركين كانوا كنتوا رائعين وأنت أروع. الله يبارك. عيادي أمين 5 سنوات من مدينة الرغاية من الجزائر العاصمة، قال لك سلام عمو يزيد، أشكرك على هذه الحصة، نحب القصص بزاف، نشوفك كل يوم ثلاثاء. شكرا وليدي، شكرا شكرا شكرا، مرحبا مرحبا، شكرا. الرسالة الأخيرة تقول، غشام محمد الأمين 14 سنة من مدينة باتنا عاصمة الأوراس، تحياتنا لكاع سكان الأوراس. غشام أمين محمد راه يقول إنها لحصة رائعة معك يا عمو يزيد، وأنت أروع يا محمد الأمين، من باتنا 14 سنة، شكرا على هذا الاهتمام. نحتفظوا بهذه الرسائل الجميلة، هذه نحتفظوا بها، عمو يزيد احتفظ بها، ودركا الحقنا الركن النكت. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعال 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 وليدي، اقعد. واسمك؟ وسيم. وسيم، وين تسكن وسيم؟ شراقة. في الشراقة، شحال في عمرك؟ 9 سنوات. الله يبارك، احكي لنا النكتة تاعك. كاين واحد الخطرة 3 سراقين كانوا حابين يسرقوا بنكة. الأول قالهم أنا نعس، الدوزيام قالهم أنا نروح نسرق، الطروازيام قالهم أنا نعيط لابوليس. برافو برافو، هذا مليح، هذا اللي عيط لابوليس. تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي، تفضلي قعدي. واسمك بنتي؟ سارة. سارة، وين تسكني؟ في ولاية تيبازا. أي مدينة؟ فوكا. فوكا، فوكا مارين ولا فوكا فيل؟ فيل. فوكا فيل، الله يبارك. قولي لنا غنية. غني لنا بنتي. لما ما تبكي صوتها يدوب برخام، وليدها مقيد مصير الإعدام، العدو بين عينيه حرية غير مام، استقلال البلاد مجرد وهم. برافو برافو بنتي، إذا استقلال البلاد ملي كان منام أصبح حقيقة، إذا استقلال الجزائر بفضل شهدائنا الأبرار والمجاهدين تاعنا، اليوم رانا كلنا أحرار، إذا الجزائر حرة مستقلة. تعال ولدي، تعال ولدي، أقعد. واسمك؟ أيوب. أيوب، وين تسكن أيوب؟ في 2004 مسكن. آه، وين هذه؟ 2004. بصح وين؟ واش المدينة؟ 2004. في العاصمة؟ هيك في براقي. في براقي، في براقي، الله يبارك الله يبارك، تحياتنا لكاع ناس براقي. واش احكي لنا النكتة تاعك وليدي؟ انشود على المعلم. يلا. هذه عهود الله وعهد في عنقي يدوي مدى الأيام، بأن تبقى في دمي يا معلمي، هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، هيا نحو الأقلام لنبدد كل ظلام، لنبدد كل ظلام، يا عصفورة غني لي أسطورة، فيها وحش دموي يملك بلدا مسحورة، فيها بطلي أستاذ، فيها بطلي أستاذ يهزم وحش الأسطورة، تحيا بطل الصبورة. برافو 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 برافو. إذن المعلم، المعلم نحبوه كامل. وشن الواحد واحد. أوه اسني اسني اسني، قولي لهم حبك. وشن؟ شوف شوف. أوه زوج. واسمك بنتي؟ رحمة. رحمة، وش قلتي لي؟ وش قلتي لي عمو يزيد؟ يشوف. عمو يزيد وشن؟ يايا. وش قلت لي؟ عمو يزيد وش حبيتي تقولي لي؟ أزيد. وشن؟ أزيد. تحبي عمو يزيد؟ قولي لي نحبك؟ حبك. اوه ديلي ديلي ديلي، بيزو بيزو بيزو، اوه برافو. زاوش هذا؟
الله يبارك الله يبارك الله يبارك. قالت لي نحبك انا ثاني نحبك بنتي. الله يبارك. إذن لحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي قلبه يأكل قشرته؟ ما هو الشيء الذي قلبه يأكل قشرته؟ شو اللي عرفها؟ عرفتوها؟ تعال. واسمك بنتي؟ إكرام فوقعيس. وين تسكني؟ فوكا. فوكا. وشو الجواب؟ الشمعة. الشمعة. قلبه يأكل قشرته هي الشمعة. أعطي لي الهدية تاعها الشاطرة هذه. أعطي لي أعطي لي. إذن بنتي عمو يزيد يهدي لك هذا الكوب باش تشربي فيه الحليب والماء. ونهدي لك كذلك ثلاثة تاع لي سي دي دارهم عمو يزيد في سنتين في كل واحد 22 أغنية. يا أخي أختك رحمة. نعم. وزن أروحي قولي لنا ثاني أروحي. واش حبيتي تقولي؟ أروحي تعالي. واش حبيتي تقولي؟ دردي. ها؟ عجبتك الهدية هذه يا رحمة؟ إيه. عجبتك؟ عجبك الكاس واش تشربي فيه؟ زاوج. زاوج شفتي تحبي الزاوج؟ هاي باي باي بنتي. برافو برافو برافو. برافو. اليوم عندنا عيد ميلاد رحاب 4 سنوات. تعالي رحاب تعالي روحي بنتي. روحي روحي. إذا بنتي كل عام وانت بخير. احنا نغنوا الرحاب عيد ميلادك احلى عيد واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع رحاب. يلا نغنوا لها. تعالوا تعالوا يا اطفال. عيد ميلادك احلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهى نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات نسهى نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل إذن رحاب 4 3 2 1 فوالا يلا 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 بنتي زيدي برافو 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 برافو. إذن رحاب مبروك عليك بما أنك جمعتي 5 قسيمات من علب حليب رامي وبعتيهم لنا راكي تحتفلي بعيد ميلادك معنا اليوم وربحتي هذه الدراجة الجميلة مهداة من طرف راعي برنامج مع عمو يزيد إن شاء الله تستفادي بها. أعطيني الشهادة تاع الشاطرة هذه رحاب. دركا غير تخرجي انتوما كامل يا اطفال غير تخرجوا تسيبوا الشهاده تاعكم في انتظاركم عند الاولياء نتاعكم. هذه الشهاده تاع رحاب
هاي ليك هذه الشهادة باللي شاركتوا في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، تحتفظوا بها كهدية يا أخي. هذه ديالك ريحة بنتي فوالا مع الهدية تاعك. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناة. نحبوكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع